بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد الصادق الامين اما بعد اهلا وسهلا بكم من جديد طلابنا الاعزاء طلاب الصف الحادي عشر علوم في مبحث الفيزياء مع المعلمة خلود الخولي في هذه الحصة لهذا اليوم سوف نتعرف الى مفهوم قانون جاوس يتوقع منك عزيزي الطالب من خلال هذه الحصة أن تكون قادراً على أن تحقق الأهداف التالية: أن تذكر نص قانون جاوس، أن تعبّر رياضياً عن قانون جاوس، وأن تطبق قانون جاوس على موصّلات مختلفة. دعونا في البداية نذكركم بهذا المثال على التدفّق الكهربي. تعرّفنا سابقاً إلى أن التدفّق الكهربي يمثل عدد خطوط المجال الكهربي التي تخترق مساحة ما، فكان لديّ اسطوانة في وضع أفقي، وطلب السؤال حساب التدفق الكلي عبر سطح الاسطوانة إذا ما وضعت خلال مجال كهربي منتظم اتجاهه ناحية اليمين. الأسطوانة في وضع أفقي، التدفق الكلي هو عبارة عن التدفق على المساحات الثلاثة: المساحة السفلية على اليسار، المساحة العلوية على اليمين والمساحة الجانبية. قمنا بحساب التدفق لكل سطح على حدة، ووجدنا بأن التدفق الكلي في هذه الحالة يساوي صفر، والسبب في ذلك لأن عدد خطوط المجال الداخلة يساوي عدد خطوط المجال الخارجة. هل في هذا السطح المغلق الموجود أمامي هناك شحنات تحتويه؟ إذا طالما أن الشحنات الكلية الموجودة داخل هذا السطح تساوي صفر، اذا التدفق الكلي ينعدم اذا متى يتواجد التدفق الكهربي ومتى تنعدم قيمه التدفق الكهربي هذا ما توصل اليه العالم جاوس في قانون سمي باسمه اذا اعزائي الطلاب قانون جاوس ينص على ان التدفق الكهربائي عبر اي سطح مغلق يساوي مقدار الشحنه الكليه المحصورة داخل ذلك السطح مقسومًا على السماحية الكهربي الكهربائية لهذا السطح، وإذا كان الوسط الذي أتعامل معه في مسألتي هو الهواء، تكون السماحية الكهربائية للهواء. إذًا من خلال القانون الموجود أمامي ألاحظ بأن فاي يساوي مقدار الشحنات الكلية المحصورة داخل هذا السطح مقسوما على قيمة إبسلون سواء كان الوسط أو كان عندي الوسط هو الهواء تكون قيمتها إبسلون نوت. إذا أعزائي الطلاب ما هو التعبير الرياضي لقانون جاوس؟ التعبير الرياضي لقانون جاوس حسب نص القانون هو فاي توتال يساوي سميشن كيو على إبسلون أو إبسلون نوت. نعرف الكميات الوارده امامنا في العلاقه فاي توتال يمثل التدفق الكهربائي الكلي عبر سطح مغلق او عبر سطح جاوس ونذكركم بان التدفق تم قياسه بوحده نيوتن دوت متر تربيع لكل كولوم اما سميشن كيو المقصود فيها هي الشحنه الكليه المحصوره داخل هذا السطح وإبسلون نوت تمثل السماحية الكهربائية للهواء او الفراغ وتساوي 8.85 من مية في 10 اس سالب 12 كولوم تربيع لكل نيوتن دوت متر تربيع والان اعزائي الطلاب ما فائده قانون جاوس يستخدم قانون جاوس لايجاد شده المجال الكهربي لموصلات مختلفه اذا ما تحققت شروط معينه وهي أن يكون لهذا السطح توزيع للشحنات الكهربائية على درجة عالية من التماثل بحيث يمر سطح جاوس من النقطة التي يتم حساب شدة المجال الكهربائي عندها إذا إن أمكن للموصل اختيار سطح مغلق يحيط بشحنات داخله وعلى درجة عالية من التماثل وتمر النقطة المراد حساب شدة المجال الكهربائي عندها إذا يمكن تطبيق قانون جاوس يطبق قانون جاوس على الموصلات التالية يمكن أن يطبق على موصل كروي يمكن أن يطبق على سلك لا نهائي الطول يمكن أن يطبق على صفيحة رقيقة أو صفيحة سميكة وهو ما سنتعرف إليه في هذه الحصة بالتفصيل الآن المثال الأول إذا كان لديّ موصل كروي كما هو موضح بالشكل الموجود أمامي، ألاحظ من الشكل بأنّ الشحنات تترتب على سطح الموصل الكروي، وبالتالي لا يوجد شحنات بداخل هذا الموصل. في المثال الموجود أمامي، لديّ موصل كروي نصف قطره هو A، ويحمل شحنة كهربائية Q موزعة على سطحه بانتظام احسب شدة المجال الكهربي في ثلاث نقاط؛ النقطة الأولى: إذا كانت r أقل من a أي نقطة في داخل هذا الموصل، النقطة الثانية: إذا كانت r تساوي a أي على سطح الموصل، والنقطة الثالثة: إذا كانت r أكبر من a أي في نقطة على خارج هذا الموصل، الخطوة الأولى للحل هي: اختيار سطح جاوس. أنسب سطح جاوس لموصل كروي هو كرة أكبر منه أو كرة أصغر منه حسب النقطة المراد حساب شدة المجال الكهربائي لها. في البداية المطلوب الأول حساب شدة المجال الكهربي عند نقطة R أقل من A. نقوم برسم سطح جاوس كما هو موضح باللون الأزرق. نلاحظ من خلال هذا السطح بأنه سطح كروي ونقوم بتطبيق قانون جاوس. فاي توتال يساوي سميشن كيو على ابسيلون نوت نعوض بقانون الفاي اي دوت اي او اي e في اي في كوزاين الثيتا والان هل توجد شحنات في داخل الموصل الكروي الاجابه لا يوجد شحنات اذا سميشن كيو يساوي صفر بيعطيني انه اي e دوت اي يساوي صفر اذا اي e تساوي صفر خلاصه الكلام هل يوجد شده مجال كهربي في داخل موصل كروي والاجابه لا اذا يمكن صياغه هذا الاشتقاق على شكل سؤال علل تنعدم شده المجال الكهربي داخل موصل كروي والاجابه لعدم وجود شحنات بالداخل او لان الشحنات تتركز على السطح اما النقطه ب عند r تساوي a أي عند نقطة على سطح الموصل، نقوم باختيار سطح جاوس ليمثل كرة نصف قطرها a أو نصف قطرها r في هذه الحالة لأنهما متساويان، نطبق قانون جاوس فاي توتال يساوي سميشن q على إبسيلون نوت، نعوّض في قانون الفاي e دوت a ونفك حاصل الضرب القياسي قيمة e في قيمة A في كوزاين الزاوية المحصورة بينهما. المطلوب هو إيجاد E، A. A تمثل مساحة كرة، ومساحة الكرة هي 4 باي A تربية. الآن الشحنة موجبة إذا خطوط المجال نحو الخارج، والعمود المقام على السطح الذي يمثل متجه المساحة أيضاً نحو الخارج، إذا الزاوية المحصورة بينهما صفر وكوزاين الصفر يساوي واحد الشحنة المحصورة داخل هذا السطح قيمتها Q على إبسلون نوت إذا إي في أربعة باي في أي تربيع في كوزاين الزيرو يساوي Q على إبسلون نوت لو بدنا إلى لحالها بنقسم على أربعة باي إي تربيع نحصل في النهاية على إي تساوي Q على أربعة باي إبسلون نوت في أي تربيع ويمكن أخذ المقدار واحد على أربعة باي إبسلون نوت ليمثل الكي كما تعلمنا سابقا حصلنا في النهاية على شدة المجال الكهربي E إيه تساوي كي في كيو على إي تربيع والآن النقطة الثالثة عند آر أكبر من إي أي في الخارج قلنا لتطبيق شدة المجال الكهربي يجب اختيار سطح جاوس بحيث يكون سطح مغلق وعلى درجه عاليه من التماثل ويحيط بشحنات بداخله المطلوب اختيار سطح مغلق بحيث تكون الار هي نصف قطره او يمر بهذه النقطه اللي هي بدي احسب عندها شده المجال الكهربي اذا أنسب سطح جاوس نختاره هو عبارة عن كرة وذلك بسبب لأنه في جميع النقاط التي يتم اختيارها يكون البعد عن النقطة نفسه وبالتالي يكون التوزيع متماثل للشحنات نختار سطح جاوس ليكون كرة نصف قطرها R ونعوض بقانون جاوس فاي توتال يساوي كيو على إبسيلون نوت فاي توتال E ونقوم بفك حاصل الضرب النقطي قيمة E في قيمة A في كزين الزاوية المحصورة بينهما. المطلوب هو E. ال A تمثل مساحة الكرة أو مساحة سطح جاوس. وهي 4 باي R تربية. السحنة موجبة أي خطوط المجال نحو الخارج. وبالتالي ال A أيضا نحو الخارج. إذن الزاوية المحصورة بينهما صفر. كوزين الصفر واحد إذا إي تساوي كيو على أربعة باي إبسلون نوت في آر تربيع ويمكن أخذ واحد على أربعة باي إبسلون نوت لتمثل ك إذا حصلت في النهاية على إي تساوي كي في كيو على آر تربيع هذا القانون إي تساوي كي كيو على آر تربيع مرمعي سابقا وهو يمثل قانون لحساب شدة المجال الكهربي لشحنة نقطية إذاً إذا كانت النقطة خارج الموصل الكروي، تبدو هذه الكرة كما لو كانت شحنة نقطية. الآن المثال الثاني، ماذا لو كان الموصل عبارة عن سلك لا نهائي الطول؟ والمقصود بالسلك اللانهائي الطول أي النقطة المراد حساب شدة المجال عندها تكون قريبة من هذا السلك، المثال سلك مستقيم لا نهائي الطول ومشحون بشحنة موجبة موزعة بانتظام على طوله وبكثافة طولية لمدة جد شدة المجال الكهربي عند نقطة تبعد عن محور السلك مسافة R لنتأمل الرسم الموجود أمامي لدي سلك ومشحون بشحنة Q والمطلوب منا حساب شدة المجال الكهربي على بعد R من هذا السلك. أنسب سطح جاوس يتم اختياره هو اسطوانة بحيث تحتوي السلك من جميع النواحي وتكون شدة المجال منتظمة في المنطقة المحيطة بهذا السلك. أيضا سأحاول أن أبتعد عن الأطراف للحصول على أنسب خطوط مجال بحيث تكون منتظمة. إذا سأختار سطح جاوس مناسب ونلاحظ من الشكل بأنني أخذت جزء من الشحنات موزع لكل وحدة طول هذا المقدار يسمى الكثافة الطولية إذا ما المقصود بالكثافة الطولية للشحنة أو لمدة؟ الكثافة الطولية للشحنة هي عبارة عن الشحنات المحصورة لكل وحدة طول ويمكن التعبير عنها رياضيا بأن لمدة تساوي Q على L وتقاس بوحدة كولوم لكل متر. إذا لو بدنا كيو رح تساوي بالضرب التبادلي لمدا بأل ونسميها معادلة رقم واحد. الآن نطبق في قانون جاوس فاي توتل تساوي سميشن كيو على إبسلون ودعونا نحسب للطرف الأيسر فاي توتل. لدي الآن اسطوانة بمساحات. إذا سأقوم بحساب التدفق على كل مساحة وأجمع التدفق الكلي. للسطح العلوي ححسب فاي 1، للسطح السفلي فاي 2، وللسطح الجانبي فاي 3، وهكذا. فاي 1 إي في إي في كوساين الثيتا، فاي 2 أيضًا إي في إي في كوساين الثيتا، وفاي 3 إي في إي في كوساين الثيتا. المهم الآن هو تحديد الزاوية بين إي وإي في كل حالة. نتأمل الرسم الموجود أمامي ودعونا في البداية نتعامل مع السطح العلوي للأسطوانة. لدي E ناحية اليمين طالما أن الشحنة موجبة إذا خطوط المجال للخارج. نتعامل مع خط المجال للتوضيح باللون الأحمر. أيضاً نقوم برسم متجه المساحة لكل مساحة موجودة أمامي A1 يكون اتجاهها نحو الأعلى. أي 1 لأعلى وأي يمين، في هذه الحالة الزاوية بينهما 90 وكوزين التسعين يساوي صفر، إذا انعدم التدفق خلال المساحة العلوية. نفس الموضوع أيضا بالنسبة للمساحة السفلية، أجد بأن أي لأسفل وأي يمين، إذا الزاوية بينهما تسعين وكوزين التسعين بصفر، بقي لدي الآن المساحة الجانبية. للمساحة الجانبية ألاحظ بأن إي يمين وإي يمين أيضا الاثنين في نفس الاتجاه والأصل أني أقول نحو الخارج إذا كوزاين الصفر بواحد تبقى إي e في إي يساوي سميشن كيو على إبسلون الآن المساحة الجانبية للإسطوانة هي عبارة عن محيط القاعدة الدائرة في الارتفاع بمعنى 2 باي R في L يساوي ومن المعادله الاولى يمكن التعويض ب اللي هي لمدة في ال باختصر ال مع ال وباقسم احصل في النهايه على اي e تساوي لمدة على 2 باي ابسلون R اذا يمكن السؤال الان ما هي العوامل التي تعتمد عليها شده المجال الكهربي لسلك لا نهايه الطول الاحظ بأنها تعتمد على الكثافة الطولية للشحنات أي كيفية توزيع الشحنات لكل وحدة طول تعتمد على نوع الوسط ويمثله إبسلون وتعتمد على الآر أي البعد عن هذا السلك الآن المثال الثالث لصفيحة رقيقة صفيحة رقيقة أي أن سمكها صغير جداً وبالتالي تتوزع الشحنات على سطح واحد فقط أو على وجه واحد فقط، تتوزع الشحنات على سطحها بانتظام، كما هو موضح لدي بالشكل؛ السؤال: صفيحة رقيقة مستوية وواسعة جدًا، مشحونة بشحنة موجبة، موزعة بانتظام على مساحة الصفيحة؛ يمكن التعبير عن الشحنة الموزعة لكل وحدة مساحة؛ بدلالة: الكثافة السطحية للشحنه ويرمز لها بالرمز سيجما المطلوب حساب شده المجال الكهربائي عند نقطه تبعد مسافه ار عن الصفيحه نطبق الان في قانون غاوس ونختار سطح غاوس مغلق وعلى درجه عاليه من التماثل ويحيط بالشحنات انسب سطح غاوس هو عباره عن اسطوانه ونعوض الان اذا اعزائي الطلاب في البداية الكثافة السطحية للشحنة سيجما هي الشحنة المحصورة لكل وحدة مساحة Q على A إذا Q تساوي سيجما في A نعوض في قانون جاوس فاي توتل تساوي سميشن Q على إبسلون ونقوم بحساب التدفق الكلي عبر كل سطح من أسطح من أسطح غاوس أو من سطح الاسطوانة إذا E في A في كوساين الثيتا للمساحة الموجودة ناحية اليمين و في إيه في كوزين الثيتا للمساحة الموجودة باليسار وإي في إيه في كوزين الثيتا للسطح الجانبي نلاحظ من الرسم الموجود أمامي بأن إي للخارج وإي للخارج إذا الزاوية المحصورة بينهما صفر وبالتالي تبقى لدي إي في إيه للسطح على اليمين وكذلك نفس الموضوع للسطح على اليسار إذا حصلت على 2 إي في إيه بينما السطح الجانبي نلاحظ بأن إيل للخارج والإي راسي اذا الزاويه 90 وكوزاين ال 90 بصفر تبقى لدي 2 اي في اي يساوي نعوض عن كيو بسجما في اي على ابسلون نختصر اي مع اي نحصل في النهايه على اي تساوي سيجما على 2 ابسلون نوت اذا هل تعتمد شده المجال الكهربي لصفيحه رقيقه على القرب او البعد عن هذه الصفيحه طالما أن القانون لا يحتوي على آر إذا ما هي العوامل التي تعتمد عليها شدة المجال الكهربي لصفيحة رقيقة؟ نلاحظ بأنها تعتمد على الكثافة السطحية للشحنة ونوع الوسط فقط في خلاصة حصتنا لهذا اليوم تعرفنا إلى قانون جاوس وقلنا بأن فاي توتل تساوي سميشن كيو على إبسلون نوت طبقنا قانون جاوس لموصلات مختلفة ووجدنا بأنه لموصل كروي تنعدم شدة المجال الكهربي داخل هذا الموصل على السطح يكون لها قيمة واحدة كي كيو على اي تربيع وفي الخارج تبدو كما لو كانت شحنة نقطية طبقنا أيضا القانون مرة أخرى لسلك لا نهائي الطول وحصلت على اي تساوي لندا على 2 باي ابسلون نوت في ار طبقت القانون في النهاية على صفيحه رقيقه ووجدت بان اي تساوي سيجما على 2 باي ابسلون نوت هذا كل ما لدينا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته